اليوم حوريكم كيف نسوي البينت باتر او زبدة الفول السوداني. طيب قبل لا تقول انه انا بدأت يعني اوسوس من موضوع الاشياء والمواد الحافظة والكلام ده كله، انا ما وسوست، بس الفكرة انه اذا في اشياء اقدر انا اسويها بنفسي في البيت ليش ما اعملها وليش اشتريها من برا، يعني احاول الى حد ما اوازن. فعشان كده حوريكم الوصفة. عندي هنا فول سوداني ما هو محمص ني، وهذا زيت كانولا، حنحط شيء مرة بسيط وشوية ملح عشان يبرز النكهة، وحنحط شوية عسل، العسل اختياري مو لازم تحطوه إذا ما تبغوا. في ناس تسوي البينت باتر من غير ما تحمص الفول السوداني بس يطلع طعمه ني شوية، فأنا ما أبغى النكهة هذه، فحنحمصه في الفرن أول شيء. نحاول إنه الفول السوداني يكون كده كله مستوي عشان يتحمص بالتساوي، وفي أشياء فيها شوية قشر شلوها. خلاص كده فردتها، دحين حدخلها الفرن. الفرن أنا مشغلها من أول على درجة حرارة 160 أو 170 على حسب فرنكم، وححمصها ألين ما تبدأ تاخذ لون بني. هكتب لكم الوقت وكل شيء في النهاية. هذا هو شكل الفول السوداني بعد ما تحمص. أنا هو في الفرن حاولت كده كم مرة أقلبه في العشر دقائق اللي يعني تحمص فيها، وخلوا عينكم عليه لأن الفول السوداني ممكن يتحرق بسرعة. عندي كم حبة هنا اتحرقت بحاول أشيلهم. طيب دحين حنبدأ نحط الفول السوداني في الفود بروسيسر وحنخلطه. هنبدأ دحين نخلط، طبعا هنخلط على مراحل، كل شوية هنفك الغطاء وحنحاول باستخدام سباتشلا زي دي هننزل اللي في الأطراف. أنا ما ححط أي إضافات في دي المرحلة، الإضافات هحطها بعد ما يبدأ يعني يصير قوامه كأنه كريم شوية. فكيت الغطاء وحبدأ أنزل اللي في الأطراف، هذا اللي كنت أقصد عليه، عشان كل شيء ينخلط كويس. بدأ الفول السوداني يصير أجمد من أول، فدحين حضيف الزيت. شوفوا كيف شكله، دحين بدأ يتحول لزبدة بس لسه قاسية، هنخليه يكمل. بدأ يصير معايا قطرة من أول، فححط دحين العسل. العسل أنا حطيت مقدار واحدة ملعقة صغيرة بس، أنتوا تقدروا تزيدوا أو تنقصوا زي ما تبغوا. وحطيت الملح وحكمل لين ما توصل للقوام اللي أنا أبغاه واللي إحنا كلنا عارفينه. أخيرا خلصنا، وصلت للقوام اللي أنا أبغاه كده. دحين هأشيلها وأحطها في علبة. بس معلومة، أنا كنت لما بخلطها بحاول أخلطها على حرف البي اللي هو بلس. طيب شوفوا كيف، طبعا كل ما تخلطوها زيادة كل ما صارت حتى أطرى من كده وصارت الكرانش اللي فيها أقل. البينت باتر حقت غامقة عشان الفول السوداني أتحمص بزيادة، كل ما يتحمص أقل كل ما طلع لونها أفتح. وأحلى سناك أنا بالنسبة لي التفاح الأخضر مع البينت باتر، ألذ شيء في العالم.